السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة تطبيقات ويب باستخدام ASP.NET Core. والنهاردة هنتكلم في حلقة سريعة ومش طويلة عن التاج هيلبرز، فخليكم معنا. في الحلقة اللي فاتت لما جينا عن الـ View Imports اتكلمنا عن ان احنا هنستخدم هنا التاج هيلبرز، فبياخد من الامتداد دوت mvc.tag helpers. وقلنا في الحلقة اللي فاتت ان التاج هيلبرز حاجة مايكروسوفت عملتها عشان تسهل على مطورين الفرونت اند اللي بيشتغلوا في لغات تانية زي لغات الانجلر او سوري بفريم ووركس تانية في الفرونت اند زي الانجلر والرياكت، شغلهم بانها ما تقعدش كتير بقى تحط الـ HTML helper بتاع زمان. هو كده كده ال HTML هيلبر موجود، يعني موجود برضو لسه زي ما هو في صفحات ايه الرازر هنا للناس، بالنسبة للناس اللي جايين من خلفية MVC كلاسيك او MVC كور بس نسخة اقدم شوية، ما تقلقش ال HTML هيلبر موجود، بس مايكروسوفت حبت تعمله شكل مودرن شوية وتدلعه شوية وتعمله بحاجة اكثر يعني دلالة على الاستخدام. وطبعا هي كانت بتقلد يعني الجانب اللي هو بتاع الفرونت اند، الجزء الخاص بانجلر او رياكت ده في الفرونت اند طبعا لو انت شغال بالبيئات ديت ماشي، وفي نفس الوقت تخلي المطورين بتاعتهم ما يستغربوش ويفهموا الحاجه دي بتاعت ايه والحاجه دي بتاعت ايه لو في فصل بين مطورين، مثلا لو انت شغالين مثلا باك اند لوحده والفرونت اند لوحده، ان ما يحصلش ايه لخبطه كتير. وده السبب اللي مطورين الكور عملوا موضوع التاج هيلبرز. تعالوا بقى نشوف الفرق هنا في الصورة ديت بين الدوت نت هيلبر ماشي، ال HTML هيلبر العادي ماشي، والتاج هيلبر الجديد في دوت نت كور ماشي. هنا عندك التاج هيلبر اهوت او ال HTML هيلبر العادي ماشي. لو انت عاوز تكريت ليبل بتعمل HTML دوت ليبل، وبتستخدم طبعا الات تاج قبليها زي ما انت شايف هنا اهوت كده ماشي، وبتكتب له مثلا ده الفيرست نيم اللي جاي لك طبعا من الموديل بتاعك، وبتبدا تدخل هنا التكست بتاعه ماشي اللي هو فيرست نيم، التكست بتاع الليبل، وبمنتهى البساطه بتبدا تقول له نيو فورم كنترول مثلا، وتحط الكلاسز بتاعك كانه هو ده. بيقوم جايب ال HTML هيلبر بيرن طبعا في الباك اند، بس بيظهر الجزء بتاع الفيونج بتاعه في الفرونت اند، ويعمل لك ليبل بال HTML وبيكون محتوي على الحاجات اللي انت ذكرتها له في الهيلبر هنا. لا هو بقى عمل لك نفس الفكره برضو، حطران في الباك اند وتشتغل تبعت لك الريزلت للفرونت اند، وانت بتبعت الفيو، انت بتبعت الفيو هيبدا يترجم لك الليبل دوت. طبعا اول ما تكتب ASP زي ما اتفقنا داش خلاص دوت تتعرف ان هو دوت ايه، انت بتستخدم تاج هيلبر الجديد ماشي، وهيبدا بقى يقول لك بقى ده فور ايه فيرست نيم، وتقدر تكتب بقى ايه الفاليو بتاعته هنا، التكست بتاعه هنا اللي هو الفيرست ايه نيم ماشي. فهي نفس الريزلت ده، هيديك نفس الريزلت بتاع ده، بس ده بس اجدد من ده ومودرن شويه عنه، شبيه البيئات الجديده او مور فاميليار مع البيئات الجديده اللي بتستخدم في الفرونت اند زي الفريم ورك بتاع انجولار او رياكت او غيرها ماشي. هنا برضو عندك ليبل برضو اهوت اهو فيرست نيم، بس هنا ليبل 4 دي كانت برضو حاجه برضو بتستخدم ماشي. وهنا برضو ASP 4 بقى خلاص بقت ثابته ASP 4، فكده انت ما عادش بقى عندك ليبل بس وتكتب الاسم وليبل 4 وتكتب ام دوت حيث ام والكلام دوت اللي هو الفات ارو اللي كنا بنستخدمه هنا زمان ماشي، وما عندكش بقى الفكره دي خلاص. انت تستدعي الموديول بالطريقه ديت، لا انت بتعمل ASP.NET 4 وتكتب اسم الموديل بين القوسين هنا وخلاص. هنا برضو بس المره دي بقى على الفورم ماشي، البيجينين فورم اللي بتحدد فيها اسم الاكشن بتاعك واسم الكنترولر بتاعك. هنا برضو شوف هنا الاي اس بي كنترولر يوزر والاكشن اندكس، وهنا ممكن تبقى الاي اس بي بيج بس، يعني تقول له البيج بتاعك يوزر داش اندكس، وهو هيفهم بقى ايه ان هو ده الاكشن بتاع اليوزر ايه اندكس بتاعه. لو عايز تبعت كلاس زي الفورم هوريزونتال اهو بتبعته زي انك بتبعت كلاس HTML عادي. طبعا ده بيبقى مور فاميليار للوجهات المختلفة اللي انت بتستخدمها، وما بيعملش مشاكل مع المبرمجين بتوعهم. وبصراحة يعني هي دي حاجة جديدة مايكروسوفت عملتها،
وثبتتها بقى از مودرن فيو للشكل بتاعها في الرازور فايل. فانا حبيت اعمل حلقه عشان دي حاجه جديده او فانكشن جديد في مايكروسوفت هو التاج هيلبرز بتاعتنا. تمام كده اهوت. وبس كده انا قلت ان الحلقه دي مش طويله، عشان كده يا ريت عندكم استفسار من اي نوع من سيبوا في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. واتمنى الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى لجميع التوفيق. كان معكم مبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.